من أدى العمرة هل يلزمه طواف وداع؟ وهل يجوز بعد طواف الوداع أن يذهب إلى السوق لشراء بعض الأشياء والحاجيات؟ الوداع إنما ثبت أنه للحج، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج، ولم يثبت أنه أمر المعتمرين بالطواف الوداع. فالصحيح أن الوداع إنما هو خاص بالحج، وأما العمرة فليس لها وداع لازم. إن ودع من باب الرغبة في الخير وزيادة الخير فلا بأس، أما أنه يلزمه لا، ما يلزمه الوداع. وإذا طاف للوداع بعد الحج فلا بأس أن يشتري ما يحتاج إليه في سفره، أو للهدايا التي يهديها لأولاده إذا وصل إلى بلده، لا بأس، لأن هذا من توابع السفر. أما أن يشتري بضائع للتجارة فهذا ينقض الوداع. نعم.